سنة في أنيسة مشاهدنا المضيئة مساء الفل الكل مشاهدنا في سبورت الرياضية مباشرة في مدينة مدريد على أرضية المعارف سانتياغو برنابيو أنكون أخونا فيها مدريدية سنوخي مع كروس ودمو كريستيانو رونالدو كرة سحرية أرجنتينية وصولة مدريدية ليونيل ميسي راكنيتش انيستا إلوي سواريز ليو سيرجيو بوسكيتس ليو توني كروس لوكاس كومبريس كريم بنزيما رونالدو اسكو يولع الكره منذ البدايه بين حكايه ولا من ارواح الريمونتادا الاوروبيه العالميه ملكيه تلحق البلوغرانا البيضاء نادي الريال والريال على الريال وزا رونالدو جول وشو ليله الليالي نادي برشلونه والألوان منذ بداية بالحكاية هناك الراية والتسلل على الطرنادو رونالدو والله يا أخي كانت الكرة مذهلة الله مونتيكول كريستيانو رونالدو يتقدم والله بالحقيقة السبب ما كسروا لي ميسي هذا واحد هذا الثاني هذا الثالث هذا الرابع والحارس يتخلص والله بالحقيقة دورة رقم 6 نادي القطري 3-3 نادي السلية تعادل السلبي مع الأخوية لاحظ كريستيانو ولكن هناك ضربة خطأ لمصلحة نادي والله بالحقيقة كريستيانو حطم الأرقام القياسية بكل الأوراق الأوروبية عالمية برتغالية شوف حلوة اللقطة ممكن جول ولكن هناك الدفاع كان هناك الاحتكاك والله يزم من قصر هاي لو الكره عند نيكولاس كوس كوس مدريد كريم بنزيما الى منو الى ويا رونالدو بنزيما الى منو الى ويا ميسي راكيت ميسي 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 ويا ميسي ويا ميسي با 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 نعم سيدي حاكم كرة ترجع بالقلم عن طريق كروس لا 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 والراية والتسلل على ليونيل ميسي كير بن خيل توني كروس لوكاس كومينيس كير بن سيما امشي الكرة عن طريق اسكو الراكديتش انيستا وسواريز نيمار ماربل Yeah.